سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. فاجأت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الأساتذة والمتعلمين ببرمجة عطلة مدرسية خلقت ارتباكا في صفوف الشغلة بسبب الإفراج عن تاريخها في منتصف ليلة الأحد ودخولها حيز التنفيذ صباح يوم الاثنين 27 أبريل 2020، ولم تجد فعاليات نقابية تفسيرا للإعلان المتأخر عن العطلة سوى الارتجالية التي تسم اشتغالات الوزارة منذ مباشرة عملية التعليم عن بعد، منبهة إلى أن الفترة الحالية تمر في أذهان الناس وكأنها عطلة بسبب السياق الحالي. وشكلت العطلة المدرسية مطلبا ملحا تناقله الأساتذة بكثافة ويتأسفون عدم طرحه على المستوى النقابي، مشددين على أن تشجيع التعليم عن بعد يقتضي الاحتفاظ بالعطلة من أجل الراحة وليس تكريس تراخ في فترة العمل. وأنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى علم التلاميذ والطلبة والمتدربين والأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونين والأمهات والآباء أنه تقرر برمجة عطلة في الفترة الممتدة من 27 أبريل الجاري إلى 3 ماي المقبل. ويقول عبد الوهاب صحيمي فاعل نقابي ومنسق احتجاجات الأساتذة حامل شهادات إن المتعلمين يعيشون ظروفا نفسية جدا صعبة، فالحجر الصحي وصيام رمضان كلها عوامل جعلت نفسية الأطفال جد سيئة. وأكد صحيمي في تصريح صحفي أن هذا التأثير يلمس من خلال متابعته أثناء التعليم عن بعد، مسجلا أنه رغم محدودية عدد المستفيدين من هذه العملية فإن مستوى التركيز مقارنة مع الأسبوع الأول من تعليق الدراسة أصبح جدا ضعيف، الشيء الذي أثر على مستوى الفهم والاستيعاب. وأوضح الفاعل النقابي أنه لما يزيد عن 12 أسبوعا لم يستفد المتعلمون من أي عطلة، في حين يؤكد علماء النفس أنه في التعليم لابد من برمجة عطلة بعد كل 7 أسابيع من التعليم. وزاد الوزارة لا تتوفر على أي تصور لتدبير المرحلة الحالية وما بعدها، وبالتالي أصبحت القرارات الارتجالية غير المحسوبة وغير المدروسة هي سيدة الموقف، مشيرا إلى أن التعليم عن بعد لم يتم الاستعداد له بشكل كافي من طرف مسؤول وزارة التربية الوطنية، متأسفين لملايين لا يستفيدون من الدروس على الإطلاق. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.